موسيقى تشويقية خفيفة. أهلا بكم أصدقائي، هل تستمتعون بالغموض؟ هل تستهويكم القصص التي تشدكم إلى حافة الكرسي؟ إذا كانت إجابتكم نعم، فقد وصلتم إلى المكان المناسب. تخيلوا معي هذا المشهد: عبود، شاب عادي يعيش حياته بهدوء تام، وفجأة تصله رسالة غامضة من محام لا يعرفه. تخبره الرسالة بأنه قد ورث قصرا فخما وثروة هائلة من قريب بعيد لم يسمع به من قبل. تخيلوا ذهوله عند قراءة الرسالة، لم يكن يتصور يوما أنه يملك أقارب أثرياء. احتوت الرسالة على مفتاح قديم وخريطة تقود إلى القصر. ماذا سيفعل عبود الآن؟ هل سيذهب في رحلة استكشافية إلى القصر؟ أم سيهمل الأمر برمته؟ قرر عبود خوض المغامرة، جمع أصدقائه وانطلق في هذه الرحلة. عند وصولهم إلى القصر، اكتشفوا أنه مكان غارق في الأسرار، أبواب موصدة، ومارات مظلمة، ورسومات غامضة تزين الجدران. مع كل خطوة يخطونها، يقتربون أكثر من كشف الحقيقة. لكن الغموض لم ينتهي هنا، ففي إحدى الغرف، عثر عبود على صندوق صغير. احتوى الصندوق على رسائل قديمة وصور عائلية، وبدأت تتكشف أمام عبود وأصدقائه قصة عائلية معقدة ومليئة بالأسرار. مع كل رسالة يكشف النقاب عن جزء جديد من القصة. من هو هذا القريب الغامض؟ ولماذا ترك كل هذه الثروة لعبود؟ كانت الأجوبة تتوالى ببطء، وكلها تقود إلى مفاجأة كبرى. ماذا ستكون هذه المفاجأة؟ هل سيكتشف عبود الحقيقة الكاملة؟ تابعونا في الحلقات القادمة لمعرفة المزيد. إذا أعجبتكم القصة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة. إلى اللقاء. موسيقى تشويقية خفيفة.